حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن ابن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري قال أبو كامل في حديثه حدثنا ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الله بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. قال أبو عبد الرحمن هكذا يقول إبراهيم بن سعد في حديثه عبد الله بن الأسود وإنما هو عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب كذا يقول غير إبراهيم بن سعد. حني منصور بن أبي مزاحمين حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي بكر عن مروان عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال أبي ووافقه ابن المبارك يعني اتفق على عروة ولم يقول أبو بكر بن عبد الرحمن. حدثنا عتاب بن زياد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الله بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة. قال عبد الله بن المبارك وحدثني معمر مثله سواء غير أنه جعل مكان أبي بكر عروة. حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الزهري حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. وخالف رباح رواية ابن المبارك وعبد الرزاق لأنهما قالا عن عروة. قال رباح عن أبي بكر بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله حدثني أبو مكرمين وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن عن مروان عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني زياد يعني ابن سعد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود أن أبي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني عمرو الناقد حدثنا الحجاج بن أبي منيع الرصافي حدثنا جدي عبيد الله بن أبي زياد عن الزهري أخبره أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين عن مروان بن الحكم أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره عن أبي بن كعب أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني السويد بن سعيد حدثنا الوليد بن محمد الموقري
المقري عن الزهري قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث يقول سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره ولم يذكر فيه مروان. حدثنا عبد الله قال وحدثني أبو معمر حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال أبو عبد الرحمن هكذا حدثناه أبو معمر عن إبراهيم بن سعد وقال فيه عبد الرحمن بن الأسود وخالف أبو معمر رواية من رواه عن إبراهيم بن سعد لأنه رواه عدد عن إبراهيم بن سعد وقال فيه عن عبد الله بن الأسود.